مدام انعام، فيلم الطريق الى ايلات هو يعني زي ما كنا بنتكلم في حلقه امس، هو بيحاكي البطولات العظيمه لمجموعه عمليات قامت بها القوات البحريه، ومعانا ابطالهم ربنا يديهم الصحه ويبارك في عمرهم. الفيلم تم الاعداد ليه قد ايه، واستغرق تصويره قد ايه، وتم تصويره في كام دوله؟ هو تقريبا ممكن اقول اكتمل الفيلم بعد سنتين من البدء التصوير. كنتوا بتصوروا فين؟ صورنا في الكليه البحريه، وصورنا في اللواء الخاص، وصورنا في الأردن أظن؟ وصورنا المينا، وصورنا يعني أماكن مختلفة في شرم الشيخ أظن؟ اسكندرية. نعم، في شرم الشيخ. وفي شرم الشيخ. بالتأكيد فيلم زي ده فيه بعد أو فيه معارك حربية، والحقيقة الفيلم كله يعني أكشن، وعملتيه باقتدار شديد جدا جدا. واسمحوا لي ان اقول لكم تحيات الفنان الكبير نبيل حلفاوي، كان اتمنى يكون حاضر معانا، وبنقول لكم كل تقدير واحترامه. انا كنت بكلمه وهو كان يتمنى يكون معانا، وهو سعيد جدا وفخور بهذا الفيلم اللي قدمه، والناس كلها حتى تطلق عليه ان هذا لقب ابطال زي ما كنا لسه بنقول. ايه المعوقات او الصعوبات اللي قابلتك، خصوصا انه كانوا مشاركين فيهم وما كانوش معانا النهارده؟ والحقيقه انا بشكرها انها معانا الفنانه الكبيره شيرين وجدي. شيرين اهلا بيك، ازيك؟ انا مبسوطه جدا ان انا طبعا يعني استضفتني في البرنامج معاكم، يعني وطبعا بسلم على كل الضيوف اللي معاك. شيرين انا سعيد بوجودك معانا النهارده، والحقيقه انا عايز اسالك عن يعني اولا كواليس مشاركتك في هذا الفيلم العظيم، واحنا حاضر معانا في الاستوديو ابطال العمل الحقيقيين امام الكاميرا، وايضا الابطال خلف الكاميرا الحقيقيين اللي قاموا بالبطوله. شعورك اولا، كيف تم اختيارك وانت كنت زوجة بطل من ابطال هذه العمليه؟ طبعا جسد دوره في الفيلم الاستاذ نبيل حلفاوي، اللي هو كان بيمثل دور مصطفى طاهر، اللي هو مصطفى طاهر بالظبط، طبعا قائد العمليه. احكي لنا شيرين، احكي لنا ذكرياتك عن الفيلم اتفضلي. طبعا برحب بكل الموجودين طبعا، مدام انعام، وطبعا الابطال الحقيقيين، بس اقدم عليكم كلكم، وكان نفسي ابقى معاكم. وانا تم اختياري من مدام انعام. كنت لسه عامله الجزء الاولاني من بوابه الحلواني، وطبعا بقيت مذهوله ان مدام انعام محمد علي المخرجه العظيمه ان هي تختارني. ان مدام انعام كانت شديده قوي في الاستوديو ده حقيقي. يعني في ممثلين عيطوا، وفي ممثل يعني محمد علي جميله طبعا، مخرجه جميله، بس هي طبعا دقيقه جدا، وانا طبعا كنت في بدايتي، فطبعا بتحب كل مشهد يطلع بالملي زي ما هي مخططه له ورسماه، فده كان بالنسبه لي طبعا ان انا ابقى معاها، يعني طبعا ليا شرف طبعا ان انا اشتغل معاها، بس هي دقيقه جدا، علشان كده طبعا هي مخرجه عظيمه. بنهنيكي بمشاركتك في هذا العمل العظيم، وبشكرك جدا على وجودك معانا رغم وجودك خارج مصر. شكرا فنانه.